حكينا حلقة جديدة من كبرنا سوا. اليوم في ميزة حلوة إنه اللي بلشنا سوا جيمي جويس وأنا اليوم مع بعض سوا. كيفكن؟ نشكر الله كتير منيح. ومعنا أكيد إليان، صاروا الكل بيعرفوك إن شاء الله. ورح تكون معنا إليان لفكرة كيف بتفكر، وديفيد رفيقي وخيي بالكنيسة وبذات الوقت اليوم رح يتعرف علي أكيد. هيك بس أعطي فكرة، شو بتشتغل ديفيد؟ أول شيء اسمي ديفيد خوري، عمري 29 سنة. تشرفنا. بشتغل بمجال صناعة الأدوية. غريبة. أوكي. لكن رح نكون أكيد سوا بفكرة كيف بتفكر. وبشو عنا اليوم جويس معك؟ عنا نتعلم سوا. حنحكي عن سؤال دائما نسأله، هو كيف بيكون الرب بحياتنا اولا، بس حنجرب هيك نحكي فيه ونسأله لبعض بطريقه نجاوب فيها بطريقه تكون شفافه، مش اجوبه انه معودين نجاوبه. مزبوط. تنشوف اذا هو اولا او لا يعني. مزبوط. فيري نايس. لكن وهلا في ميني جروب الكنيسه معنا كمال وبول. هاي كيفكن؟ بدنا كمال هيك حابين نقول للمشاهدين سربرايز، شو صار عندك؟ صار عندي بيبي جديد. ايوه بيبي بنت. شو اسمها؟ كيلا. كيلا، لكن بدنا نقول انه صار عندنا بيبي جديد اسمها كيلا. بتعقد بس ما رح ينام كمال على مدى سنه. لكن وبول صار عندك شيء جديد؟ بيبي لا. لكن روح. اوكي خليك هلا بشغلك وهيك. لكن هيك حلقتنا اليوم عنا أكيد قصة كمان حلوة، بعرف انتروا تنحضرها سوا، قصة حقيقية. وهول هن اللي عنا إياهن، عنا واتسابات، بليز تصلوا فينا على الأرقام اللي عم تشوفوها على الشاشة. كثير منحب نسمع منكم، يا اتصال يا صوت مسجل يا رسالة وأسئلة. مزبوط. جيمي رح تكوني مع الواتساب اليوم، بس أنت عم تحضري حالك هلأ تنسمع ترنيمة حلوة منك. جويس رح تقرا بعض الواتسابات. اكيد في حدا مش حاطط اسمه من سوريا عم بقول، عم تطلب صلاه من شان خيا باسل، عم بقول راح على حلب بسوريا وسمعنا انه جاي على الطريق بس تاخر وما في سيارات كثير توصله، سو عتلاني همه كثير، عم تقول بليز صلوا له ان شاء الله يكون وصل بخير وبسلام. لكن هيدا الواتساب كان من هيديك المره. مزبوط. لازم يكون وصل بخير وبسلام. مزبوط. اكشلي رجعت كاتبه تحت انه وصل وعم تشكر الرب. اوكي. كمان ايات من المانيا عم تقول انا كل مره بطلب صلاه وبتصلوا لي ورب يتمجد بحياتي اكثر وبصير في تقدم بكل امورنا، بتستمر بالصلاه لالي حتى نجمع قريبا مع زوجي، في امل انه قبل ما تخلص السنه ان شاء الله يكون ايات وصل هيدا الشيء. هيدي السنه رائعه لك يا ايات باسم يسوع. صعب يكون عائلة مفترقة. في شخص كمان كأنه في كان في أسيس هذيك المرة معكم شان. كان معنا أسيس شان. أوكي إذا عم يحضرنا في كتير ناس عم تبعتها مسجز بس تقولوا نحن هن بحبوك أسيسنا الغالي، ربي يباركك ويتمجد بحياتك. أنا بوجه له تحية كمان كبيرة. شان بعده بلبنان هذا الحلو عم يحضر مؤتمر، هيك تنقول مؤتمر يمكن كلود في اللي بدينته، هو مؤتمر كل سنة بيصير للكل خدام بالدول العربية. حلو. مؤتمر خدام العرب، بيجوا بيبو من مصر، سامح موريس، مين كمان؟ شانت. كل الخدام شانت من الأشخاص الجداد. أوكي. بس مين ما كان في يكون، وعم بيقولوا إنه المؤتمر كتير بركة كل سنة بيكون. حلو أكيد. آخر واتساب قبل ما جيمي حضرت حالة من زهراء من مصر عم تقول هي متضايقه كثير لانه في واحد كثير قريب منها من العائله وبتحبه كثير وبتعرفه بس مقتنع انه الله غير موجود وبتاكد قال لانه قرى كثير كتب وبيعطيها مثل هدول الحجج انه بوذيه اصلا قبل المسيح وموجوده هيدي وشو هالايمان انه ضربك على خدك بتدر له الاخر وقال هي مش عارفه كيف تقنعه لانه مش دارسه كويس سو شو بتنصحوها اذا في كتب قرينا بتعرفوا شيء او في شيء فيكم تنصحوها فيه؟ بس بدي اقول شيء بسيط، انا بصلي انه الرب يتعامل مع هذا الشخص وهو يقنعه. مزبوط. الرب يظهر له نفسه بـ بـ باعمال معينه بـ بكلمه يمكن من خلال شخص معين، بس انا اكيد هذا الشخص اذا سال الرب رح يجاوبه. مزبوط. مرات نفكر حالنا ونحن بدنا نقنع الناس. صحيح. بالرب، بس الروح القدس هو اللي بخلي الناس تامن. ريكو عندك شيء؟ انا عندي كثير اختبارات منهم من اعز اصحابي مثل خيي نيكولا. معود بيعرفوه. نيكولا كان تقريبا ملحد يتمسخر على الله، واول ما فت كنت بروتانا وهو كان مذيع، والرب بيكون محضر لهول الناس اشخاص تمرق بحياتهم بس مش قوتنا.
وقتها بنعرف هول الناس مثل ما هي بتعرفه، بلشت صلي بس بقوة وما استسلمت. على 10 سنين أنا بصلي لأنه هو قبل الرب، بيعرفه موجود برغم مرق بصعوبات كتير، ويمكن إجا بعائلته موت وما عدنا كالرب، عرف إنه الرب موجود، بس بعدني بصلي تالإنسان يلقط الرب على الآخر، ما يعود إجر هون وإجر بالحياة، بقى الصلاة لإلي هي الحل الوحيد. صحيح. يا زهراء هيدي نصيحة. لكن نحن رح نحضر حالنا، بس كتير محمس نسمع ترنيمة من الفريق كله.